السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. كما المعتاد مثل كل سنة مع قرب زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام تتوافد جموع الزائرين إلى كربلاء المقدسة، وبالتالي هاي الأعداد تحتاج إلى تهيئة كل الخدمات اللي تسهل دخولهم إلى حين الانتهاء من مراسم الزيارة. طبعا من هاي الخطوة بدأت الجهود الأمنية تتضافر لتأمين الزيارة بما فيها تسهيل عبور الوافدين عبر المنافذ الحدودية اللي شملت الشلامشة، المندرية، شيب، زرباطية، صفوان، مطار النجف الدولي. أما الخطط الموضوعة فهي متمثلة بالتعاون بين هيئة المنافذ والدوائر العاملة في المنفذ، وكذلك التنسيق بين رئيس الهيئة وقيادة العمليات المشتركة بإشراف وزير الداخلية نفسه بتطبيق الإجراءات الأمنية. طبعا ملفنا الثاني قريب من الناحية الأمنية، العمليات العسكرية النوعية ضمن الإرادة الصلبة اللي تقوم بها القوات المسلحة العراقية لدحر العصابات الإرهابية، وبعد أن وصلت لمرحلتها السابعة فإن وتيرة نجاحاتها تتصاعد حتى مع الساعات الأول لانطلاقها، مستهدفة قادة الخط الأول ومقاتلي التنظيم بعد أن ترجمت المعلومات الاستخبارية إلى ممارسات أمنية ودمرت مفصل مهم من مفاصل التنظيم. هذا الأمر اللي انسحب سريعا نحو هيكلية تنظيم الإرهابي وخلق فراغات في صفوفه. طبعا الضربات الموجعة اللي تلقاها بعد الاستنفار الأخير أفقدتها دور التمكن. إذن مشاهدين الأحبة لا نستبق الأحداث، راح نناقش كل هاي الملفات مع ضيفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. لغرض استيعاب الاعداد الداخله من الحدود العراقيه باتجاه كربلاء المقدسه تم اعداد الخطط المسبقه منذ ايام من اجل تسهيل دخول الزائرين، حيث فصلت الامانه الخاصه بمكتب رئيس الوزراء مضامين خطط الدخول من ضمنها جولات ميدانيه، استنفار جهود امنيه وخدميه لتامين هاي الزياره، كما للحشد الشعبي دور مهم بهذه الخطط ومساندة القوات الأمنية من دعم لوجستي وجهد أمني وانتشار مكثف للألوية والمقاتلين. نفتح خلونا هذا المحور، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. من كل فج عميق تتوافد حشود الزائرين إلى كربلاء المقدسة حيث زيارة الإمام الحسين عليه السلام في الأربعين، إذ استنفرت الإمكانيات الأمنية والخدمية وإعداد الخطط التي تهيئ دخول الزائرين بانسيابية وأمان عبر المنافذ الحدودية المشمولة بعبور الزائرين من خلالها. الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفي تصريح متحدثها أن خلية الإعلام الحكومي منذ 4 أيام تواصل جولاتها الميدانية مع هيئة المنافذ تنفيذا للتوجيهات الخاصة بتسخير الإمكانيات لدعم الهيئة والتعاون معها لتسيير مرور الزائرين. فالخطط الموضوعة تشمل المنافذ الحدودية من نشر عجلات إسعاف ومفارز طبية وصحية وزيادة أعداد المنتسبين هناك. كذلك تضمنت الخطط تسخير الجهد المحلي داخل المحافظات التي يمر بها الزائرين كلا بحسب المنفذ الجغرافي المقرر، كما التنسيق عالي المستوى بين الهيئة والمحافظين لديمومة البنى التحتية والطرق الداخلية. فالانتشار الأمني المكثف على قارعة الطريق تأمينا لزيارة الأربعين يشمل البصرة الذي أمن بمشاركة 20,000 مقاتل من الحشد الشعبي بين العمل الأمني والاستخباراتي وتقديم الخدمات اللوجستية، وكذلك في ديالى حيث ينتشر أحد ألويته على الطريق الرابط بين خانقين وحمرين، استكمالا للخطة الأمنية الحكومية الموزعة على بقية صنوف القوات الأمنية بين الحدود والطرق المحلية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين الدكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد الدراسات، حياك الله أستاذ محمود ضيفي كريما، وكذلك أرحب بالأستاذ حيدر مجيد المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء سينضم معي عبر سكايب. بدأ مع حضرتك أستاذ محمود، نتحدث اليوم عن الجهود التي تبذل لتأمين الزيارة الأربعينية، بالتالي أنه هذه التضافرة وهذه الشعيرة التي أصبحت رسالة عالمية، كيف من الممكن المحافظة على زخمها بل إدامة هذا الزخم وزيادة الأعداد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم برنامجكم الموقر، مشاهديكم الكرام، ضيفكم الكريم الأستاذ حيدر مجيد، وتحية إجلال وتقدير لكل الذين الآن يديرون شؤون
زوار الأربعينية وما يقدمونه من جهود سواء في بعدهم الرسمي أو في بعدهم الشعبي. الحقيقة هذه الزيارة يقال أن بالتاريخ يعني الحوادث التاريخية أن أفضل الأعمال والإنجازات هي التي تأتي وتتراكم وتنتج شعبيا دون أن تتدخل بها الجهات الرسمية. ولذلك نحن حتى في الآداب نعتبر أن أفضل الآداب تلك التي لا يعرف من كتبها، يعني ملحمة قلقامش، يعني مثلا الملاحم العالمية، الآداب العالمية. مثلا الآن لو نسأل من الذي أول من وضع المنبر الحسيني، من الذي أول أقام هذا المجلس، كيف تطور هذا المنبر الحسيني، من الذي أول من أخطأ، نقول أن جابر الأنصاري أول من قام بهذا العمل. طيب نحن ثبتنا الأربعينية، بالمناسبة بسبب أربعينية الإمام الحسين أصبح لكل الموتى فيما بعد أن تقام لهم أربعينية، يعني قبل هذا التاريخ لم يكن هنالك موعد اسمه الأربعينية. إذن هذه الأمور التي كبرت ونمت وتطورت عبر التاريخ، وهذا الفعل التاريخي الذي يكسب بعديها، البعد الشعبي والبعد القيمي، يعني أنت مثلا من الذي يدفع بأصحاب المواكب الحسينية أن يقدموا هذا الكرم إلى ضيوفهم؟ هل فقط هي في بعدها الديني؟ ربما هنالك كثير من الطقوس الدينية أنت تذهب يعني لا تجد حتى من سكان هذه المنطقة. المنظومة القيمية حاكمة في قضية المواكب الحسينية، ولكن دعني أقاطعك أستاذ محمود، المواكب أيضا بحاجة إلى دعم لوجستي ودعم أمني وتوفير الأمن للزائرين حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات في هذه الأثناء. ينضم معي عبر الهاتف السيد حسن النجار، معاون محافظ البصرة ورئيس لجنة استقبال الزائرين. حياك الله أستاذ حسن، ضيفا كريما. أستاذ حسن، نتحدث عن تسمع الأستاذ حسن؟ أستاذ حسن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، أنت معي على الهواء مباشرة. نتحدث عن الإجراءات المتخذة، خصوصا وأن البصرة هي أبعد نقطة يأتي منها زوار الإمام الحسين عليه السلام، والشعار أصبح معروفا من النهر إلى النحر. كيف يكون استقبال الزائرين من جميع النواحي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون أن محافظة البصرة كل سنة تعد خطة قبل مراسيم زيارة الأربعين من قبل الحكومة المحلية، وفي هذا العام شكلت لجنة من الحكومة المحلية برئاستي وعضوية السيد معاون قائد العمليات وقائد الشرطة وكل الدوائر ذات العلاقة. حقيقة ما يتعلق ب جانب المنفذين الرئيسيين، منفذ الشلاجة الحدودي والذي معد اليوم الوصول لبعض الزائرين فيه من الأخوة الإيرانيين أو من الأجانب القادمين من إيران بحدود 25 إلى 35 ألف بشكل يوم. لا. المتوقع خلال هذا العام من هذا المنفذ حصرا بحدود المليونين، لكن حسب رؤيتنا أمس ونظرتنا بشكل يعني مباشر من خلال تواجدنا في المنفذ بشكل يومي لاحظنا انه العدد سيزيد اكثر وسيصل الى 4 او يزيد عن هذا العدد الحقيقي. يعني هذا العدد بحاجه الى تنسيق عالي المستوى، كيف تنظر الى تنسيق اللي اتخذت اللجنه اللي تراستها حضرتك بالاضافه الى هذه اللجنه اللي موجوده؟ نعم. هي لجنه مشكله من اعلى مستوى، سواء كانت من حرم الحكومه اللي امثلها انا ونزولا الى كل الدوائر لا سيما الدوائر الخدميه. طيب. وايضا اشرفنا الاخوه في المواكب الحسينيه، هيئه المواكب الحسينيه، والتي حق تدير العمل بكل اتقان من خلال وجودها سواء في المنفذ من البدايه وصول الى اخر نقطه في محافظه البصره من نقطه المشاي كما نعبر عنها. وعليه اليوم احنا على استعداد تام لانجاح هذه العمليه ان شاء الله من البحر الى النحر بعونه تعالى. طيب. وعليه كل استعدادات البصرة يعني اكتملت والجهات كلها متعاونة. ما يتعلق بالجانب الأمني هناك مستوى عالي من التفاهم
التنسيق ما بين الجهات الأمنية، سواء ما يتعلق بالشرطة، ما يتعلق بالمناطق الحدودية، ما يتعلق بالحشد الشعبي، وكذلك الجيش، وهم الماسكين الأرض بشكل تام والحمد لله. أرجو أتفق معي أستاذ حسن. خليني أنتقل أستاذ محمود الهاشمي، لو تحب تتمم الفكره يعني. خاف استاذ حسن، يعني خلينا اسالك عن التنظيم المركزي يعني بين محافظه البصره وبين الجهات العليا، الامانه العامه لمجلس الوزراء وغيرها من هذه الجهات. وزير الداخليه يوم امس عقد مؤتمر في كربلاء المقدسه، وايضا توجيهات الامانه العامه، هل تم مراعاتها؟ اليوم كانت توجيهات جديده. عقدنا اكثر من مؤتمر، تاره مؤتمر داخلي على مستوى جمهوريه العراق، وتاره مؤتمرين على مستوى جمهوريتين، جمهوريه ايران وجمهوريه العراق. يعني اللقاء الاول كان لي انا على اعتبار رئيسنا مع السيد حياتي معاون محافظ خوزستان، وحقيقه عقدنا الاجتماع الاول لوضع اللبنات الاساسيه لاستقبال زوار الأربعين في العراق طبعا. باللقاء الثاني اللي هو كان على راس الوفد والسيد محافظ البصره المهندس اسعد العيداني، وكنت انا بمعيته للقاء السيد محافظ خوزستان في المحمره ايضا، وصار هذا اللقاء المشترك لوضع الخطوط يعني نهائية للاستقبال. ولهذا اليوم احنا كل استعدادات مكتملة، والحمد لله انسيابية في قضية يعني المشاعر ما يتعلق بالجانب الحدود مع الجانب الإيراني، كذلك مع الجانب الكويتي مثل صفوان. الأمر لا يختلف عن هذا، على الرغم من قلة الأعداد طبعا، يختلف العدد ما بين مجيء الزوار من جمهورية إيران بالإضافة إلى مجيئهم من دولة الكويت. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن النجار معاون محافظة البصرة، أثريت الحوار في هذا الملف. أشكرك مرة أخرى، ومباشرة أنتقل إلى السيد حيدر مجيد. حياكم الله أستاذ حيدر. أستاذ حيدر، نتحدث عن تصريحات حضرتك اليوم وتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص زيارة الأربعين. يعني خلينا نثبت نقطة، أنه لربما كانت في السنوات الماضية تتم الاستعدادات قبل 10 أيام أو أقل، هاي السنة كانت الاستعدادات قبل شهرين جاري على قدم وساق إلى أن وصلنا إلى هذه التوجيهات. كيف يتم العمل بها في جميع المنافذ؟ مساء الخير سيدي الكريم عليك وعلى ضيوفك وجميع المشاهدين الكرام. الجميع يعرف أنه زيارة أربعينية الإمام الحسين هي مناسبة أليمة وعزيزة في نفس الوقت على جميع المسلمين في العالم وليس في العراق حصرا. هذه السنة تتميز الزيارة بأهم ميزة، وهي أنه خلال السنتين الماضيتين كانت مقتصرة على أعداد معينة، وتقريبا انحصرت على العراقيين فقط بسبب الإجراءات الدولية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا. السيد رئيس مجلس الوزراء وجه باستنفار كل الجهد الحكومي، هنالك جهد حكومي وأمني خدمي وأمني في كافة المؤسسات الرسمية لإنجاح هذه الزيارة وتقديم الدعم والإسناد إلى هيئة المنافذ الحدودية، على اعتبارها أنه هي الجهة الأساسية في عملية تسهيل وتبسيط إجراءات دخول الزائرين من المنافذ الحدودية التي تم تخصيصها. هنالك منافذ حدودية برية 6، صفوان وشلامشة في محافظة البصرة، الشيب في محافظة ميسان، زرباطية في محافظة واسط، والمنذرية في محافظة ديالة. خلية الإعلام الحكومي أجرت جولة خلال الأيام الأربعة الماضية على جميع هذه المنافذ لمتابعة كل الإجراءات المتعلقة التي اتخذتها هيئة المنافذ الحدودية وبقية الجهات المعنية. حقيقة كان هنالك إشراف ومتابعة مباشرة من قبل السيد رئيس الهيئة منذ شهرين أو أكثر بتوجيه المنافذ المعنية بدخول الزائرين، بتهيئة كافة المستلزمات الخاصة بدخول الزائرين من دول الجوار وبقية دول العالم. كان هنالك كل منفذ أخذ على عاتقه تهيئة كافة المستلزمات، تهيئة قاعات وصالات وتأهيلها لاستقبال الوافدين، وكذلك زيادة أعداد المنتسبين والضباط وأجهزة الحاسوب بالنسبة لموظفي الجمارك، وكذلك الجوازات. كل منفذ تعمل فيه 11 جهة رسمية
هذه الجهات هي بإمرة المنافذ الحدودية، كل هذه الجهات أخذت على عاتقها اتخاذ كل الإجراءات. أثناء جولتنا شاهدنا دخول الزائرين بسيابية عالية، وهذا أيضا ما أكده الزائرون أثناء حديثهم إلى وسائل الإعلام المختلفة. هنالك إجراءات وتبسيطات وتبسيط لكل الإجراءات التي تسهم في سلاسة دخول الزائرين ووصولهم إلى كربلاء المقدسة. هنالك أيضا جهد خدمي من قبل هيئة المواكب الحسينية، من قبل منظمات المجتمع المدني، بل وصل الأمر حتى إلى بقية المواطنين، فتح منازلهم لاستضافة الزائرين، تهيئة كل المستلزمات. هنالك مواكب حسينية نصبت من 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 أبواب المنافذ الحدودية حتى كربلاء المقدسة لتقديم الطعام والشراب إلى الزائرين. طيب خليني أستاذ حيدر أتوقف عند هاي النقاط اللي طرحتها حضرتك حتى أناقشها ويا أستاذ محمود وأرجع لجنابك ببعض التفصيلات الأخرى. أستاذ محمود، لما تحدث السيد حيدر مجيد وكذلك تحدث السيد حسن النجار عن دخول أعداد كبيرة من هذه المنافذ، يعني 25,000 يوميا من منفذ واحد، عدد ليس بالقليل، متوقع أن يصل إلى مليونين رقم بالنسبة لهذه المنافذ، كذلك الإجراءات اللي أوضحها السيد حيدر مجيد، هذا الموضوع ما راح يزيد نسبة الإقبال على أداء الزيارة الأربعينية من قبل الزائرين من مختلف دول العالم؟ وإذا زادت هذه النسبة، هل ستكون الاستعدادات اللوجستية المدينة القديمة مؤهلة ومهيئة لاستيعاب هذه الأعداد؟ يعني بالنسبة للزائر الذي يأتي حتى يعني لا يطيل الإقامة، ممكن معالجة هذا الموضوع، لأن تعرف أنت أنه مدينة كربلاء، يعني أنا أبقى بها أيام أحياناً عندما كنت أعمل في الأمانة العامة للمزارات الشيعية، يعني كنت أتصور، لم تكن لدي صورة واضحة، ولكن لما تبات 10 أيام 15 يوم في داخل المدينة قبل ورود الزوار، تكتشف أن هذه المدينة وعلى تعاقب القرون قد وضعت نفسها في خدمة الزائر خلال هذه الأيام بالذات. يعني تجد أن كل أسرة قد حجزت مثلا كذا كمية من البطانيات، من الأفرشة، كذلك البيت الثاني والثالث، المدارس، المساجد، الشوارع العامة، كل مرفق قد أعد نفسه للزيارة. كذلك أنت بإمكانك أن تغسل وأن تسبح وأن كذا في أي منزل. الكربلائيون هكذا يتعاملون، كأنهم ولدوا لخدمة الإمام الحسين عليه، وبكل ابتسامة وبكل أريحية تامة، وكأنك أنت الذي تقدم له الخدمات وليس المواكب الواردة من بقية المحافظة. نعم، فعلى طول الطريق وأنت تذهب في هذا الطريق، ونحن طبعا ثبتنا الكثير من عدد المواكب مسبقا، يعني عدد المواكب والخدمات، وأي موكب كان بحاجة إلى نوع من المساعدة لتطوير سقيفته، لتطوير أي شيء يعني على هذا المجال، أيضا قدمت هذه الخدمات. إحنا عندنا نية إن شاء الله ربما تبدأ في العام المقبل، بأننا لم نجعل فقط الطريق إلى كربلاء هو طريق فقط مسيرة، إنما أن ندخل المؤسسة الثقافية عليه، وخطتنا بأنه الزائر يمشي كل مسافة راح يجد بانوراما، راح يجد معارض رسم، راح يجد معارض خط، راح يجد إنشاد حسيني، راح يجد مجلس حسيني معاصر، مجلس حسيني بتقليدي، راح يجد مسرح أيضا. يعني منها إلى أن تصل من هذا المكان إلى موقع العمل، إحنا نكون قد هيئنا يعني للزائر. كذلك مكتبات أيضا راح تكون موجودة، مكتبات خفيفة يقدر يقرأ بها لمدة نص ساعة كذا عن واقعة الطاف. هيئنا حتى من جانب الإعلامي كاتحاد. أشار السيد حيدر مجيد إلى رضا الزائرين حول الخدمات المقدمة عبر وسائل الإعلام. هنا أنا راح نعطي أولوية وأهمية لدور الإعلام الذي سيغطي هذه الزيارة. طبعا في كل مرة نحن كاتحاد عندما نلتقي ومعنا يعني شبكة الإعلام العراقية وكل الإخوان، قبل فترة قصيرة هذه المرة قررنا أن يعني نعقد مؤتمراتنا وعملنا وجانبنا اللوجستي والفني قبل فترة كلش بعيدة. السبب حتى نهيئ الأمور، يعني كنا نعلم أن هذا العدد الكبير باعتبار أن كورونا قد انحصرت نوعا ما، فقطعا الزوار سوف يأتون
من أصقاع، كما أيضا أردنا أن نطور في عملية نقل وقائع الزيارة الشريفة، يعني لا تبقى في بعدها التقليدي فقط، نحافظ على بعدها التقليدي ولكن نضيف لها أيضا البعد الآخر، كيف نفهم واقعة الطف في بعدها الثقافي والفكري، وأن لا فقط يشعر المواطن بأن ما عندما يذهب إلى الزيارة هو فقط أن يمشي ثم يعود، لا. يعني هذه نظريات الإعلام في الغرس الثقافي وغيرها يجب أن تشتغل في هذه الموضوع. وهي أنا كثير من مثل هذه المسائل وخاصة في البعد الإعلامي، وأدخلنا بعض الإخوان الإعلاميين دورات الحقيقة، المراسل عندما ماذا تسأل الزائر؟ ما هي العبارة التي يعني مو كافي هذا التقليد السؤال العام أنه شو شفت أجواء الزيارة؟ الأمن كذا، إحنا نقول هنالك رعاية إلهية موجودة، أنه كيف تحافظ على هذا العدد الهائل ونصها كل واحد يتكلم في لغة، يذهبون ويزورون ويقدمون كل هذه الطقوس وثم يعودون بشكل طبيعي معززين مكرمين. يعني احنا عد ما زرنا بعض الدول مثلا في أذربيجان في كذا، تجد أنهم قائمين بزيارة إلى، يقول سؤال عادي، من أين تأتون بهذا المال وهذا الطعام وهذا كذا إلى زوار؟ نقول هذا من الله، إن الله سبحانه وتعالى، وهي بركات الإمام الحسين، كذلك بركات الحسين هي التي تحمي الزائر، ولا هذا العدد صعوبة من الناحية الأمنية أن تحافظ عليه، فمشكورة كل جهود، مشكورة جهود الناس بشكل عام، مشكورة الجهات الأمنية اللي تسهر، وأيضا إلها أجرين، أجر العمل أن تقوم به وأجر الله سبحانه وتعالى، مشكورة الدول. يعني الآن الجمهورية الإسلامية خلال هذه الزيارة قدمت لنا فتشي ربما أيضا آخر، وهو أنه جاءت بالآلاف من الدعم اللوجستي فيما يخص التنظيف، وشباب تبرعوا في عمليات التنظيف، يقول إحنا مو جينا فقط أن نلقي أوساقنا حتى نروح، لا، يجب أن نشارك في هذه حتى نكسب الأجر والثواب. أشرت إلى نقطة مهمة جدا أستاذ محمود، وأتوجه بها إلى الأستاذ حيدر مجيسا. حيدر، يشير الدكتور الهاشمي إلى قضية الإجراءات الأمنية، وهنا أنا أيضا نشير لحضرتك اللي ما صرحت به حول اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، العمليات المشتركة، وزير الداخلية ومؤتمره والإجراءات المتخذة، كل هذه كيف تلخصها لنا؟ احنا نتحدث عن مناسبة سنوية مليونية، هذا يعني موضوع زحف مليوني، هذا يحتاج إلى جهد كبير سواء كان حكومي أو مدني. بالتأكيد الجهات الساندة المدنية والمؤسسات الخيرية والمنظمات والمواكب والمواطنين هنا دورهم واضح وبارز جدا في كل سنة، وهذا ما يجعل من هذا الزحف المليوني ناجحا في كل سنة ويمر بسلام وخير. بالتأكيد الجانب الأمني هو الأهم، احنا نوفر المستلزمات، نوفر الطعام، نوفر انا احكي بصورة عامة، يعني مو احكي كدولة، يعني بصورة عامة كدولة وكمواطنين كل هذه تتوفر، لكن هذه ما تنجح اذا ماكو امن يؤمن سلامة وصول الزائرين وعودتهم إلى منازلهم سواء كانوا في داخل أو خارج العراق. قيادة العمليات المشتركة اتخذت خطوات جدية وحثيثة بالتوزيع، طبعا هذا بالتنسيق مع قيادات العمليات، قيادات الشرطة في المحافظات، أيضا جميع الأجهزة الأمنية استنفرت جهودها، هنالك تنسيق أيضا مع هيئة الحشد الشعبي، نشر قطعات كل 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 لواء وكل فوج وكل قسم عسكري وأمني تم توزيع المهمات فيما بينهم من أجل تأمين الطريق اللي يسلك الزائرون، هنالك يعني تقديم كافة الخدمات، حتى القوات الأمنية بكل صنوفها أيضا تسهم ليس فقط في حفظ الأمن، في مساعدة الزائرين، في إرشادهم، في نقلهم بالعجلات، كل هذه الإجراءات هي كلها مثل ما تفضل السيد الضيف، هي خدمة للإمام الحسين، يعني هذا الزحف المليوني الكبير باتجاه قبلة كربلاء المقدسة. الإجراءات اللي شاهدناها من قبل القوات الأمنية هي كانت عالية المستوى، تنسيق لا ننسى جهود المحافظات اللي تقع ضمن رقعتها الجغرافية المنافذ الحدودية، أيضا هنالك استنفار للسادة المحافظين ومن خولوهم بالتنسيق مع الجهات اللي داخل المنافذ وايضا الاجهزه الامنيه، الوزارات الخدميه الاخرى ايضا سواء اللي توجهت الى كربلاء المقدسه او انتشرت على الطريق، هنالك
استنفار صحي لجهد وزارة الصحة، مفارز ثابتة ومتنقلة مجهزة ب يعني عجلات الإسعاف وكذلك الأدوية اللازمة والضرورية والعلاجات اللي قد يحتاجها الزائر أثناء مسيرة ذهابا وإيابا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حيدر مجيد المتحدث من أمان العام لمجلس الوزراء، أثريت الحوار وانضممت معي عبر سكايب. تفضل البقاء معي أستاذ محمود الهاشمي كي نتابع مشاهدي الأحبة بالملف الآخر. من جديد حياكم الله مع انطلاقة المرحلة السابعة من عمليات الإرادة الصلبة في المناطق الفاصلة بين قيادتي ديالة وصلاح الدين، واللي حققت فيها القطاعات العسكرية ضربات موجعة لزمر التنظيم الإرهابي. هاي العمليات الخاطفة اعتمدت على أسس الاستخبارات، وهذا ما مكنها من تحقيق نتائج باهرة بعد ساعات فقط من انطلاق هاي المرحلة. نفتح وياكم مشاهدي الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. لملاحقة بقايا تنظيم داعش في مناطق الحزام الرخوي أي بين قيادة عمليات ديالة وصلاح الدين وسامرة، تنطلق المرحلة السابعة من عمليات الإرادة الصلبة التي أسهمت مراحلها السابقة في تنفيذ عمليات استباقية وقلصت من تكرار الهجمات المسلحة التي تنفذها الخلايا النائمة على المدنيين في القرى والقطاعات العسكرية، متخذة من التسلل والمضافات والأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد طرق انتشار وتمددا لمفارزها التكفيرية. التداعيات السياسية الكبيرة التي حدثت في المنطقة الخضراء وفي بغداد تحديدا أعطت مساحة كبيرة للمجامع الإرهابية بالتحرك في المناطق التي يعني تناقصت أعداد الحشد الشعبي فيها بسبب سحبهم إلى بغداد للمساهمة في بعض الفعاليات العسكرية التي حدثت في المنطقة الخضراء. نعتقد أنه اليوم هنالك يعني إرادة شعبية عسكرية متعلقة بالحشد الشعبي أنه تقضي على هذه الجيوب. هذه العمليات العسكرية تعتمد بشكل رئيس على العنصر الأهم، وهو الجهد الاستخباري في تحديد مواقع هذه العصابات الإرهابية لتترجم تلك الأحداثيات إلى ممارسات أمنية لسلاح الجو على جفيها هذه الأهداف، والتي في الغالب تكون على شكل مضافات تتخذ من المناطق النائية وذات التضاريس الوعرة مقرات لها. تكثيف الجهد الاستخباري في المرحلة القادمة وإيجاد آلية حقيقية لعدم تعدد مصادر القرار بين القيادات العسكرية وسرعة الاستجابة للأوامر العسكرية، أنا باعتقادي هي من أهم الأولويات التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة القادمة. وتضم هذه المرحلة من العملية المناطق غير المشغولة والتي تقع في الحدود الفاصلة بين القطاعات المسؤولة وذات الاهتمام المشترك، والتي تطارد فيها القوات العراقية بقايا هذا التنظيم الإرهابي، والذي يعمل بنظام الأفراد إلى المجموعات بما يتيح له حرية التحرك. إلا أن العملية حققت نجاحات في ساعة صفرها وأثمرت عن تدمير العديد من المخابئ ومحاصرة عدد منهم وقتل المختبئين وإلقاء القبض على آخرين. علي حبيب، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، أجدد ترحابي بضيفي الكريم الأستاذ محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات. حياك الله أستاذ محمود ضيفا كريما، وكذلك أرحب بالدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني. حياك الله دكتور أحمد. أهلا وسهلا أستاذ محمود. يعني انتهى قبل الفاصل الضيف الكريم أستاذ حيدر مجيد بأنه إشراك قطاعات الحشد الشعبي بتأمين زيارة الأربعين، وتعرف حضرتك أيضا هنالك خواصر رخوة ومضافات لا زالت قوات الحشد الشعبي تتم معالجتها سواء بالجهد العسكري أو الجهد الاستخباري. هل اشتراكهم في زيارة الأربعين راح يؤدي إلى تقليل الكفاءة من مسك الأرض ويعني ملاحقة فلول داعش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد كاستحقاق للمرحلة الحالية وبعد انحسار العمليات العسكرية وتحولها إلى عمليات نوعية، آن الأوان إلى تطبيق مبدأ ما يطلق عليه بالجيش الأول والجيش الثاني. الجيش الأول هو الذي يمتلك القدرات التسليحية المتوسطة والثقيلة، والذي يعنى بشأن تأمين مستلزمات السيادة للدولة بأبعادها الثلاث: البرية والبحرية والجوية. أما الجيش الثاني فهو الجيش الذي يعنى بقدرات بمسألة حماية وتأمين المناسبات الدينية والوطنية والكوارث الطبيعية، وتكون قدرات التسليحية متوسط وخفيف، وإمكانية المناورة فيه على الجبهة الداخلية أسلم
لإمكانية انتشاره وتأمين تموضعه في معالجة مثل هكذا مناسبات، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحاجة إلى الإسناد ستكون بإسناد الجيش الأول. وهذه بالحقيقة يعني من المبادئ التي تعتمد في كثير من دول العالم، التي تحدد للمؤسسات الأمنية والعسكرية أدوارا وظيفية بموجبها يصار تأمين مستلزمات إدارة المعركة وتأمين آليات الانفتاح الثابت. يعني احنا على سبيل المثال على اعتاب استثمار، من الضروري جدا انه المنافذ للمحافظات الدينية، واعني بها كربلاء المقدسة والنجف الأشرف، ممكن ان تكون هناك خطوط نقل استراتيجي خاضعة للاستثمار ومحمية من قبل الجيش الثاني، واعني به الحشد الشعبي. وانا ذاك سنعمل على مسألتين، تحقيق امن مستدام فضلا عن تأمين موارد مالية، على اعتبار انه هذه المشاريع والطرق استراتيجية استثمارية للجيش الثاني وعني به الحشد الشعبي، وممكن يعني تأمين فعاليات اخرى حتى على مستوى تأمين المنافذ سواء كانت الحدودية او الموانئ الجوية وعني بها المطارات. فهذه كلها بالحقيقة اذا دخلت في استراتيجية جديدة للحكومة التي يعني لا بل ان تتشكل سريعا، سيصار إلى وضع دور وظيفي للحشد الشعبي يجعل جزءا مهما وحيويا ومركزيا في إدارة الملف الأمني وفق مفهوم الأمن المستدام. لأن احنا نحتاج إلى تموضع زيارات مستمرة، ونشاط الزيارة هو نشاط يكاد يكون أسبوعي وليس حتى شهري، فما بالك بأن يكون ضمن فصول ومناسبات متباعدة. لذلك من الضروري جدا آليات التموضع أن تأخذ شكل آخر اقتران بما اطلقنا عليه بانحسار العمليات العسكريه. نعم. طيب استاذ محمود، نتحدث من حيث انتهى الدكتور احمد الشريف، يعني هنالك تعاون بين الاهالي والقوات الامنيه. لا ننسى اننا قبل ايام مرت ذكرى تحرير امرلي، فبناء جسور الثقه بين المواطن والقوات الامنيه وقوات الحشد الشعبي الى اي مدى يسهم في القضاء على هذه الجيوب؟ يعني هو في كل العالم إذا لم تكن عملية تنسيق وتفاهم بين المواطن وبين القوى الأمنية، قطعا ستكون هنالك فاصل يستفيد منها الخصم. أما حالة الثقة التي تتوالد مع بين المواطن وبين القوات الأمنية هي التي تولد الأمن للمواطن والقوات الأمنية في نفس الوقت. أما كيف تكسب هذه الثقة؟ أولا عندما يشعر المواطن أن هذه القوة الأمنية جاءت لحمايته، وما يشهد على ذلك هي سلسلة الإجراءات الأمنية التي يتم اتخاذها من قبل القوات الأمنية والفعاليات الأمنية التي تقام. مثلا الآن ما قامت به قواتنا الأمنية والحشد الشعبي من تحرير المناطق الغربية، القضاء على الإرهاب، حماية المواطنين على طول الطرقات، حماية الزوار، حماية الكذا، هذا شو يوفر حالة من الثقة بين المواطن وكذا. والمواطن بالقدر الذي يجد نفسه فيه ايضا هو للدفاع عن نفسه، يعني اذا هو لم يحمي نفسه بنفسه من خلال ان تكون له عين بصيره ومتفهم ان لك عدو. يعني الان مثلا على سبيل المثال الان زياره الأربعينيات، اي ارهابي اذا دخل وسط هاي الجموع سيكون الهدف هو المواطن الزائر. فاذا لم يكن الزائر، اذا لم يكن صاحب الموكب، اذا لم يكن هو العين التي ترى وتبصر وتراقب، لا يمكن للعسكري المنتشر في هذه النقطة والنقطة الأخرى أن تكون له العين التفسيرية. لذلك كثير من الإرهابيين تم إلقاء القبض عليهم قبل المواطنين سواء بشكل مباشر أو عبر المعلومة التي تصلهم. فإذا بقيت القوات الأمنية بهذا الفهم والمواطن بها، وفوق ذلك يجب أن تكون لدى المواطن ثقافة أمنية. يعني أنت مو فقط أن الذكرى أنه في مناسبات معينة، إنما يجب أن تكون له ثقافة بكيفية التعامل والتعاطي مع أي معلومة وكيفية إيصالها. إذا شعر المواطن أن هذه المعلومة قد سلمها القوات الأمنية والقوات الأمنية قد حافظت عليها وأنها لم تصل إلى جهة أخرى ولم يحاسب عليها، قطعا هذه الثقة ستزداد. ولذلك أرى أن المواطن يعتبر واحدة من المصادر المهمة في عملية المعلومات. طيب إذا كان المواطن أحد المصادر المهمة، نتحدث عن استراتيجيات داعش وجيوبها دكتور أحمد. يعني الخلايا الإرهابية، وحضرتك في أكثر من لقاء أوضحت بأنها تعمل
ضمن استراتيجية الذئاب المنفرد حتى تتلافى وتتفادى الضربات الجوية ويعني تحاول المباغتة. طيب لما نتحدث عن عمليات الإرادة الصلبة اللي انطلقت أواخر العام الماضي، هسه اليوم وصلت إلى المرحلة السابعة، كيف تقيم هذه المراحل وهل غيرت داعش من استراتيجياتها؟ أحسنتم. هو من حيث المبدأ استراتيجيات ثابتة، والذي يخضع للتغيير هو التكتيك في إدارة المعركة. داعش أدركت أنها تعاني من عدم قدرة النفاذ إلى المناطق المأهولة بالسكان، وبالتالي ناورت باتجاه المناطق الجبلية اعتمادا على التموضع في الكهوف أو في المناطق الصحراوية لإيجاد ما يطلق عليه بالملاجئ والخنادق. وبالرغم من وجود مثل هكذا فعاليات، الغاية منها قطعا ضمن فلسفة إدارة المعركة للتنظيم استدراج القطعات للانفتاح برا من أجل استهدافها عبر آليات الكمائن والإغارة على القطعات التي يعني تتحرك بريا. أيضا هناك من قبل الإدارة للمعركة في العراق غيرت أيضا من التكتيك بالاعتماد على الجهد الجوي الساند والاعتماد على الجهد الاستخباري، ولكن تلاحظ في هذه المرحلة معظم المعلومات التي ترد هي من جهاز المخابرات، أي بمعنى أن هناك آليات تسلل لتأمين موارد بشرية وقدرات قتالية للتنظيم من أجل المشاغلة والتعرض. ولذلك لاحظ أن نسب الأعداد للمقاتلين انحسرت بشكل كبير جدا، وباتت المجامع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. هذا التموضع بالحقيقة في مناطق خطرة يجعل قطاعاتنا في منطقة قتل إذا انفتحت بريا. لذلك يصار الآن في هذه المرحلة إلى اعتماد على الجهد الجوي بشقيه، الإسناد الجوي القريب أو البعيد. في بعض الأحيان مثلا الكهوف مال حمرين أولجت بطائرات الـ F-16، يعني البعض يقول طيب ليش ما عالجناها بالإسناد الجوي القريب بالطائرات الثابتة الأجنحة أو السمتيات؟ هذه تعتمد على القدرة القتالية. الـ F-16 تضرب بقدرة قتالية تصل أقصاها إلى 4.4، يعني 4 طن بحدود الـ 400 كيلوغرام، يعني 4 طن ونصف كقدرة قتالية، فضلاً عن أنها إذا مسكت الجو وشاغلت الأهداف تضرب بقوة فوج. فمعنى ذلك أنه أنت نقلت المعركة جو أرض بقدرات قتالية عالية جداً، وأغلقت منافذ التنظيم على مسألة التحصن بالكهوف، لأنه أنت عندما تعالج براً تكون تحت سيادة نارية للتنظيم، في حين عندما تعالج جواً حتى الكهوف لا تصمد أمام قدرة تدميرية عالية جداً للطائرات. وبالفعل نجحت هذه العملية سواء كان في المناطق الصحراوية أو في المناطق الجبلية. فإذا التموضع في الجغرافيا المعقدة بات جزء من تكتيك التنظيم. أرجع إلى هذه خلق الحدود لا زال قائم، ولذلك نعتمد ليس فقط على الجهد الاستخباري وإنما المخابرات. وعورة المناطق نقطة جدا مهمة يعني، وتؤثر على الطرفين يعني في هذه العمليات. أرجع إلى حضرتك دكتور، ولكن أطلب من دكتور محمود الهاشمي أنه النجاحات اللي تفضل بها الدكتور الشريفي بالإضافة إلى النجاحات الأولية اللي تم تحقيقها خلال هذه العملية الإرادة الصلبة، وإذا رجعنا بانتصارنا على داعش نتحدث عن انتصار وليس فقط نجاحات، لطالما قلتم كرؤساء مراكز بحثية بأنه تم الانتصار على داعش عسكريا، ولكن بقي داعش فكريا وصدقت هذه الرؤية، بالتالي مراكز البحث والتحليل ما هو دورها الآن يعني في تبيان هذه العمليات، في تبيان النتائج اللي حققتها هذه العمليات، خصوصا فيما يتعلق أنه بقتل الكثير من قادة التنظيم والتغيرات كيف تدار لصالح الدولة العراقية بكل متبنياتها؟ ما دور هذه المراكز؟ يعني أولا علينا أن نعرف أنك تنظيم داعش وحتى القاعدة بشكل عام، يعني كل مسميات التنظيمات الإرهابية فشلت فكريا في أنها تستطيع أن تكسب ود المواطن في أي عقيدة من العقائد، سواء هم فترة ادعوا أن السنة هم أقرب لهم، الآن تجد أن السنة هم الذين يلقون القبض على هؤلاء ويرون فيهم مجموعة من القتلة ليس بإلا. كذلك بالنسبة إلى كان تعدد القوميات، سواء كانوا أكراد أو كانوا يزيدين أو كانوا عربا،
في كل التفصيل أن لم تعد هنالك من مساحة فكرية تستطيع أن تؤثر في الآخر حتى في داخل أفغانستان. الشيء الآخر، ما دام فصلناهم فكريا أو هم فصلوا أنفسهم، وبسبب أيضا الكتابات والدراسات والتعريف كذا، تمت المرحلة الأولى، وهي فشلهم أيضا في إدارة بعد أن استولوا على مساحة من الأرض في العراق وداخل سوريا، فشلوا في إدارة المناطق التي هم فيه، ولم يستطيعوا أن يوصلوا عقيدة ما، سواء كانت عقيدتهم الإسلامية أو أفكارهم أو دولة إسلامية كما أشاعوا. الشيء الآخر، الآن نعتقد أنهم الآن لم يعودوا ذلك التنظيم الفاعل والقوي كما كانوا منظما في السابق، إنما هم الآن تحولوا إلى أشبه أولا بالعصابات، وثانيا مرتزقة. هنالك الولايات المتحدة الآن ما زالت ترابط في منطقة التنف، وهي المنطقة المحصورة بين الأردن والعراق وسوريا، ولديك هنالك قاعدة بريطانية قديمة وكذا، وهنالك السجون، وهنالك أيضا سجن كبير اللي هو سجن الهول، الذي يضم أعداد كبيرة من الدواعش المعتقلين ومن أسرهم وكذا. لاحظت أنه بالفترة الأخيرة بعد أن امتنعت كثير من دول العالم من استلام هؤلاء الإرهابيين، حولتهم الولايات المتحدة إلى مرتزقة، أنك تطلع مقابل أن عائلتك موجودة في هذا المكان، يعني منطقة الهول، إذا لم ترجع ربما تعرض عائلتك إلى القتل أو إلى كذا كذا. إذن هو بهذه الصنف تحول إلى إرهابي مقابل مبلغ معين حتى يعتاش، يعني هذا الضعف اللي يعيشه. ما مطلوب من مراكز البحث والتحليل أن تدرس هذه نقاط الضعف خلينا نسميها، وبالتالي تقدم مشورة ونصيحة لصانع القرار؟ لا، هي الآن إحنا على اتصال الأخوان حتى في داخل وزارة الداخلية خاصة بالذات، يعني مع مكاتب الإعلامية وكذا، إحنا أقمنا هذه الندوة الرابعة والخامسة يعني لهم في هذا المجال، وبالذات على مسألة التنظيمات الإرهابية. ودراسات قدمت من أخوان هم أيضا ضباط كبار في داخل وزارة الداخلية، طرحوا مجموعة مؤلفاتهم، وأقمنا لهم في داخل الاتحاد قسم من عدة ندوات في التعريف بكتبهم، لكن إلى الآن يعني لم يتم التركيز على دور الولايات المتحدة الآن التي تحاول أن تثير القلق فيها. يعني مثلا هي تطلق هذه الزرافات من الإرهابيين في مواسم معينة وفي زمان معينة أيضا، والهدف منها هو إشغال تلك الدولة وإضعافها عبر هؤلاء المرتزقة. يعني احنا قبل فترة ألقينا القبض في مناطق حمرين كذا على مجموعة من اللبنانيين الذين جاءوا من مدينة تعتقد طرابلس، لما سئل أهلهم وظهروا عبر المنصات الإعلامية تبين أن هؤلاء أصبحوا فقراء بسبب وضع لبنان، فاستغلتهم بعض مساجد تعبئ وبالاتصال مع الولايات المتحدة لتعبئة هذه الفقراء هؤلاء من الشباب وتحويلهم إلى إرهابيين. إذن هذه المرة انتهت كجانب عقائدي، إنما تحول الناس إلى مرتزقة بسبب وضع المالي. نعم. طيب دكتور الشريفي، أرجع لحضرتك في قضية المناطق الوعرة، أشرت لها وهذه أيضا إشارة مهمة، يعني المرحلة السابعة من عملية الإرادة الصلبة تشمل الكثير من هذه المناطق التي توصف بالوعرة، وأشرت أيضا حضرتك إلى قضية استخدام سلاح الجو كسلاح أساسي، ولكن هل يغني هذا الاستخدام سلاح الجو عن استخدام القوات البرية؟ وكيف يكون هنالك قواعد اشتباك وقضاء على داعش في هذه المناطق؟ أحسنتم. هو بالحقيقة كان القلق من منسوب التعبئة الذي يؤمن للتنظيم بشقيه، سواء كان القاعدة أو داعش، موارد بشرية، ولكن الذي حصل في الميدان، وهذا كان خير عون للعمليات التعبوية، هو انتصار فقه الفتوى على فقه الجهاد الذي تعتنقه تنظيمات القاعدة. إشارة رائعة جدا. فقه الفتوى بالحقيقة أظهر الخواء العقائدي لهذه الجماعات، مما أدى إلى عزلها جماهيريا، يعني ما عادت قادرة على إيجاد تعبئة جماهيرية لصناعة موارد بشرية. وإحنا نلاحظ الآن ما من خلية تتحرك إلا وعددهم عدد محدود ونسبي جدا، فضلا عن أنهم ليسوا مؤدلجين وإنما معبئين ضمن لعبة إدارة المعارك بتوجهات مخابراتية. حتى الأجهزة التي يحملوها، آليات التسلل، الرصد والاستمكان الاستخباري عبر جهاز المخابرات، يدلل على أن المعركة هي معركة مخابرات ولم تعد معركة أيديولوجيات. ما كنا
بإمكاننا كمؤسسة عسكرية أن نحقق هذا الإنجاز إلا بعد انتصار الفتوى على مستوى فقه الجهاد. كيف وضعت القيود وحررت الأفكار في الميدان العسكري الذي تخادم بالحقيقة مع عملياتنا؟ لذلك الآن إحنا لا نخشى مسألة ما يطلق عليه بالحواضن. الحواضن الآن غائبة ولا تشكل قلق، ودليلنا في ذلك بالرغم من تنامي المهارات القتالية على مستوى الجهد الاستخباري وعلى مستوى إمكانية التحرك ضمن النشاطات السكانية ونشاطات الأفراد، ولكن تبقى آلية الخرق محصورة ومحدودة جدا. كما قلنا السبب ليس فقط في الإنجاز العسكري، وكما قلنا فقه الفتوى كان فاعل ومؤثر، استثمر عسكريا من قبله بشكل كبير جدا. لذلك كنا نتحدث في فترة التعبئة عن وجود الحشد كعنصر ساند أساسي في إدارة المعركة. الآن مع انحسار العمليات أيضا نشيد بفقه الفتوى، لأنه لولا فقه الفتوى ما عجز التنظيم عن التواجد بين السكان المحليين كملاذات، أو عجز على مستوى التعبئة على مستوى الأفراد. فالمعادلة بالحقيقة في حالة انحسار كبير جدا. لذلك احنا الآن نتبنى نظرية الجيش الثاني. الجيش الثاني الذي يجب أن يكون له دورا وظيفيا، وممكن أن يقر بقانون حتى يصبح البعد بعدا دستوريا نستطيع أن نجري على أساسه، تخصيصات مالية وتطوير للقدرات القتالية في تحديد المهام المستقبلية للحشد الشعبي بتحويله إلى جيش عقائديا قادرا على أن يلبي التزامات المناسبات الدينية والوطنية، وقطع المناسبات الدينية أكبر بكثير، فضلا عن تأمينه ما يطلق عليه بالحماية المستدامة والتي تؤدي إلى الأمن المستدام. وفق هذه المعادلة تفضلت بها حضرتك دكتور، وأيضا اقتطعتها والشباب اقتطعوها، وأنه فقه الفتوى انتصر على عقيدة الإرهاب وعزلهم بشكل تام عن العالم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني والاستراتيجي، وشكر كثير حضرتك دكتور محمود الهاشمي رئيس مركز الاتحاد للدراسات أثرية الحوار في ملفين. شكري موصول لكم مشاهدي الحبة، على حسن المتابعة، في أمان الله.